حوايج لدرجة ان الواحد يقدر ينسى صباطه وما ينساش التليفون. دابا التليفون ملي اختار السي كوبر من بعدها راه جهل تيجيش في المخ. علاش؟ الو بخير الحمد لله. One hour later. ويا اختي ديما كتفوح عليا ولكن تعرفهم ديما خاوي. Three hours later. ملي كتبدا ديما طاج ايه مول الجلابه الخضراء هذيك اللي ديما مكمشه يا اختي راجلها ما كتشبهش ليها نهائيا ومهلي في راسو وديما في يدو ثلاثه تليفونات بان بحياتي كامله باش نعرف فاش كيخدم. Much later. اش غنقول لك هذاك اللي ما عنده ما يدار. ايما انا مكافئه يوم العشرة على كلب مني وقاميش قيمتها الدم. الو انت خصك تصد لك واحد الكرنيش. اخويا لقيته؟ لا اختي راه مخليتني مقلب. اوه على بشار علاش مصدع عليا راسي؟ دابا ما غاديش تدبر علينا نمشي ليا الدار. كاين واحد النوع اللي عنده تليفون بيولوجي. وكاين واحد النوع اخر دير فيها راسو صحافي. غادي نديرو ميكرو طروطوار وغادي نسولو الاخ في نظرك شنو هي العولمه؟ اش قلتي؟ في نظرك شنو هي العولمه؟ العولمه العولمة خويا هو بنادم يتسارى مع راسو زعما يكون جوال وعداك خويا ورا ما كاين لا جوال لا اينون. شتي هداك اللي كتسول فيه الخارج غير من السات. ونتايا شنو هو المستوى الدراسي ديالك؟ انا من السات. وفي نظرك شنو هو سبب الهضره المدرسي؟ يا في الحقيقه والهضره دايره بزاف في المدرسه وداك الشيء علاش ما بقيناش كنمشيو. نحبسو هنا الله ومرتي جات في مخ ولاد الجوج. غادي نديرو ميكرو خطوه خطوه خطوه.